السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة صف الثاني الثانوي علمي. إن شاء الله النهاردة من مادة الميكانيكا هنراجع على الدائرة. ده آخر جزء للمراجعة بالنسبة للميكانيكا. هبدأ بعد كده أحل نماذج. درس الدائرة ده مقسوم لفكرتين اتنين أساسيتين. أول فكرة إزاي تكون المعادلة. تاني فكرة أنا لو اديتك المعادلة تقدر تقول لي دي تنفع معادلة الدائرة ولا لأ؟ تقدر تجيب لي طول نص القطر؟ تقدر تجيب لي إحداث المركز؟ طب لو أنا اديتك دائرتين تقدر تقول هما متطابقتين ولا لأ؟ أنا هبتدي بالجزء الثاني الأول اللي هو إزاي تبص لمعادلة تقول دي معادلة الدائرة؟ دي لا تصلح أن تكون معادلة دائرة. بعد كده هاخد إزاي أكون المعادلة علشان أجيب الأفكار كلها ورا بعضها بالترتيب. السؤال الأول إداني معادلة دائرة وقال دي تصلح أن تكون معادلة دائرة أم لا؟ قلت له في شروط، لازم يكون معامل س تربيع هو نفس معامل ص تربيع. ده أول شرط. تاني شرط، لا تحتوي المعادلة على س في ص، ما يكونش فيها س وص مضروبين في بعض. تالت حاجة، الجذر التربيعي لنص معامل س. شوف نص س معامل س ده هو أس 2 زائد نص معامل ص أس 2 ناقص ج اللي هو الحد المطلق العدد اللي لوحده يكون رقم أكبر من الصفر، يعني يكون له قيمة. التلاتة دول لو توفروا تقدر تقول إن دي معادلة دائرة. أول شرط يا أستاذ متوفر، الرقم اللي قدام س تربيع زي الرقم اللي قدام ص تربيع، ما فيش فيها س وص. الشرط ده بقى اللي هو التالت عاوز انتظار. ليه عاوز انتظار؟ يعني عاوز تركيز منك. من ناحية ايه؟ احنا اتفقنا في الشرط الاول ان معامل س تربيع يكون نفس معامل ص تربيع. هنا انت ما تقدرش تجيب ده الا لما تتأكد ان المعامل ده بقى واحد. عارف لو كان هنا اتنين كنت مشيت الشرط عادي لانه نفس المعامل، ما شرطش عليا هنا قال ان لازم المعامل يكون واحد، مش شرط. انما الشرط قبل ما تجيب نص معامل س اتأكد ان س تربيع وص تربيع قدامهم واحد، لازم تتأكد من دي يا باشمهندس. حتة بقى يا أستاذ إن إحنا كان لازم نجيب سالب نص معامل س وسالب نص معامل ص أس 2 مش هتفرق معانا. إنما لو أنا بطلع إحداث المركز لأ هتفرق. إحداث المركز ده كان قانونه إيه؟ إحداث المركز كان بيساوي سالب نص معامل س وسالب نص معامل ص، ده بعد إيه؟ ما تتأكد إن هنا المعاملات بقت واحد وموجب، يعني لازم تكون المعاملات متساوية وبالموجب كمان. كده أنا جبت إحداث المركز. يبقى إحداث المركز بيجي إزاي يا شباب؟ بنغير إشارة س وناخد نص العدد ده، وبنغير إشارة ص وبناخد نص العدد ده، بس بشرط بعد ما أتأكد إن دول بواحد. يبقى لو معايا معادلة أقدر أجيب مركزها بسهولة، أقدر أقول هي تنفع معادلة الدائرة ولا لأ؟ لازم التلات شروط، ما ينفعش اتنين وواحد لأ، لازم التلاتة يتحققوا. تعال نجيب ده، نص معامل س اللي هو واحد ونص معامل ص سالب اتنين تربيع بأربعة ناقص سالب تلاتة، السالب بتاع القانون والجيم العدد باخده بإشارته، ادتني موجب.
بقوا كده كام؟ جذر 8 اللي هي 2 جذر 2 لا تصلح. يبقى المعادلة دي تصلح أن تكون معادلة دائرة. سألني سؤال هنا يا أستاذ، هل المعادلة تصلح أن تكون معادلة دائرة؟ قلت له بسيطة، أولا معامل س تربيع نفس معامل ص تربيع. في واحد نصح شوية بيقول إيه، بص يا أستاذ أنت أقسم على الاتنين دي كده في الأول عشان يبقى س تربيع وص تربيع معاملتهم واحد. ماشي يا باش مهندس معاك. كده بقى نبدأ نحكم بقى على رواقة. الأولانية تصلح، دي كده الشرط الأول اتوفر اللي هو معامل س تربيع بيساوي معامل ص تربيع. الشرط الثاني لا تحتوي على س في ص، كده الشرطين دول متوفرين. الشرط الثالث ان احنا نحسب نص القطر. طب بنحسبه ازاي؟ الجذر التربيعي الرقم اللي قدام س خد نص، ما فيش س صفر. الرقم اللي قدام ص خد نص وربعه، 2.5 تربيع بستة وربع ناقص سالب الرقم اللي لوحده. قلت له تمام دي موجة نافعة، هي بكام؟ بتسعة وخمسة وسبعين من مية. خلاص دي تصلح أن تكون معادلة دائرة. هات لي المركز. المركز سالب نص معامل س، مفيش س يا أستاذ صفر، وسالب نص معامل ص خمسة اتنين. كده ده اسمه إحداثي المركز. يبقى المعادلة دي نفع، جبت المركز، جبت طول نص القطر. طب يا أستاذ هنا سؤال، إيه هو السؤال؟ لو اداني معادلتين اتنين وقال اثبت إن الدايرتين متطابقتين، بثبته إزاي؟ إثبات إن الدوائر متطابقة بتلاقي طول نص القطر هنا نفس طول نص القطر هنا، مش شرط إحداث المركز يكون نفس إحداث المركز، أطوال أنصاف أقطار الدائرة تكون متساوية. مثال زي ده كده، هل الدائرتان متطابقتان؟ قلت له سهل، نشوف. نطلع إحداث المركز من هنا، نجيب ناق جذر تربيعي سينات تربيع صادات من المركز تربيع ناقص الرقم اللي لوحده سالب في سالب بموجب، بقى ده جذر 8 وحدة طول. نجيبه من هنا، ناق بتساوي بعد ما جبنا المركز سالب 3 وصفر، الجذر التربيعي للسينات تربيع ناقص سالب الرقم اللي لوحده سالب في سالب بموجب. ليه ما طلعوش يا أستاذ؟ لأن نص قطر الدائرة واحد لا يساوي نص قطر الدائرة اتنين. إزاي يا أستاذ بكون معادلة الدائرة؟ علشان أكون معادلة الدائرة لازم شرط أساسي يكون معايا طول نص القطر والمركز. أحللك مثال ونخش في الأفكار على طول. دائرة طول نص قطرها 5 سنتي ومركزها 2.3، عاوزين معادلة الدائرة. قانونها سهل جدا اللي هو يعتبر درس البعد بتاع تلت إعدادي. كنا بنجيبها ازاي؟ بنقول الجذر التربيعي لسين ناقص سين بتاع المركز دي أس 2 زائد صاد ناقص صاد بتاع المركز دي أس 2 بتساوي 5. هنشيل الجذر ده هنربع الطرف التاني. كده يا أستاذ أنا عملت معادلة الدائرة. لو فكنا قوس تربيع هتلاقي الأول تربيع الأخير تربيع موجب شرط المنتصف الأول في التاني في 2. الأول تربيع الأخير تربيع موجب شرط المنتصف الأول في التاني في 2 ناقص 25 بتساوي 0. بقت س تربيع زائد ص تربيع ناقص 4 س ناقص 6 ص، دول 13 ناقص 25 سالب 12. تعال كده نرجع من المعادلة دي نطلع له المركز ونص القطر.
المركز كان سالب نص معامل س يبقى موجب 2، وسالب نص معامل ص يبقى موجب 3. تمام؟ تمام. نقي كانت بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي معامل الس تربيع زائد معامل الص تربيع ناقص الرقم اللي لوحده، ناقص قانون الرقم اللي لوحده بالسالب، يبقى جذر 25 بتساوي 5. طيب ايه هي بقى الافكار يا استاذ؟ تعال نفرق ما بين دول كده. مثلا التلات افكار دول الاشهر، بس انا ما قلتش مش هقول دول بس، انا هقول افكار تانية عالية دلوقتي، بس خلينا في الاهم دول دلوقتي. بيقول انت معاك دائرة مركزها 5 وسالب 12 وبتمر بنقطة الاصل. يعني ايه بتمر بنقطة الاصل؟ يعني يا أستاذ لو قلنا هنا نقطة الأصل 0 و0 مثلا، تمام، مش أنا أقدر أجيب البعد لتالتة إعدادي أقدر أحسب نص القطر بكم؟ أفكر، البعد كان بيساوي الجذر التربيعي طرح السينات تربيع زائد طرح الصادات تربيع. جذر 5 ناقص 0 5 ب25 سالب 12 تربيع ب144 طلع ب13، يبقى أنا معايا ناق ب13. يبقى المعادلة س ناقص رقمها اللي هو من المركز زائد ص ناقص رقمها أس 2 بتساوي ناق أس 2 اللي هو 169. كده يا أستاذ أنا عملت معادلة الدائرة، وأقدر يا أستاذ برضو أقوم فاكك الأقواس ومصفيها. ممكن السؤال ده يجي لك بشكل تاني، إيه هو؟ ما تلاقيهوش إداك المركز، تبص تلاقيه إداك نقطة هنا كده، قال لك على الدائرة أو ألف ب قطر، ألف نقطة الأصل، ب ب10 وسالب 24. طب ما هو قطر يا أستاذ نقدر نجيب المنتصف. مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. مجموع السينات 10 و0 10 على 2 فيها 5، سالب 24 و0 سالب 24 على 2 فيها سالب 12. يبقى لا اما يديك نقطه والمركز، لا اما يديك نقطتين 2 اكتر. هو ممكن يا استاذ يديني نقطتين وما يكونوش أطراف أكتر؟ ممكن، وهتشوفها في الأفكار دلوقتي. إداني دايرة مركزها سالب 3 وسالب 2 وبتمس محور السينات. تعال نرسم الشبكة، سالب 3 سينات وسالب 2 صادات، هنا كده السالب 2 وهنا السالب 3، وقال إن هي مست محور سين، مست محور س، يعني الدايره دي جت كده. يعني ايه مست محور س؟ يعني ده كده نص القطر، مش دوت هو طول الصادات؟ مش الطول ده هو الطول ده؟ يعني لما يجي يقول لك تمس محور س يبقى ناق مطلق ص، ولو قال لك تمس محور ص يبقى ناق مطلق س. كده انا معايا ناق، كده انا معايا المركز، الموضوع انتهى. يبقى س ناقص رقمها اس 2 زائد ص ناقص رقمها اس 2 بتساوي ناق اللي هي اس 2 ب4. عايز تصفي المسألة تمام، مش عاوز خلاص. طب افرض يا أستاذ إنه اداني مماس ونقطة. المسألة دي فكرتها مهمة جدا. اداني مماس كده والمركز، هتضطر يا باشمهندس عشان تجيب طول نص القطر تفتكر قانون أولى ثانوي اللي هو طول العمود النازل من نقطة على مستقيم. ده مماس نص القطر عمودي عليه. كان القانون ايه؟
كنا بنقول البعد بيساوي معيار المعادلة بعد ما نساويها بالصفر على الجذر التربيعي لمعامل س تربيع زائد معامل ص ونربعه برضه، كل تربيع مش السين بس. مش فاهم؟ تعال حل المسألة دي. البعد اللي هو ناق بيساوي معيار المعادلة على جذر معامل السين ربعه 3 تربيع ب9 ودي 16، عوض بنقطة المركز هنا، يبقى الاتنين في 3 ب6 و3 في 4 ب12 و2 كده 12 و2 14 و6 ادتني 20 على الخمسة، يبقى نق طلعت بتساوي 4. كده أنا معايا نق بأربعة، معايا إحداث المركز، أقدر أكون المعادلة. المهم إن لو إداك مماس وإداك إحداث المركز عرفت إزاي تعمل معادلة الدائرة. إداني يا أستاذ مسألة زي المرسومة دي مثلا، وإداني معادلة المستقيم ألف باء، وعاوز معادلة الدائرة. مهارتك في تالتة إعدادي بالنسبة للدائرة هتحللك مشاكل كتيرة قوي. يعني أول مهارة، أنت عارف إن الشبكة متعامدة لما يكون في زاوية محيطية بتسعين درجة، يبقى اللي قصادها ده اسمه إيه؟ مش ده هيكون اسمه قطر؟ الضلع المقابل ليها ده بيكون اسمه قطر. تمام. لو جينا يا أستاذ جبنا نقط التقاطع مع محاور الإحداثي، هتيجي بسهولة من هنا. عايزين نقطة التقاطع مع محور س، هنحط الصادات بصفر، يبقى الس طلعت بسالب 4، بقت دي سالب 4 وصفر. نقطة التقاطع مع محور ص، يبقى هنحط السين بصفر، يبقى الصاد طلعت بكام؟ بأربعة، بقت النقطة دي صفر وأربعة. أقدر بكل بساطة يا أستاذ أعرف المركز. هتعرف المركز إزاي؟ هعرف المركز من مجموع السينات على اتنين تنصيف. المركز طلع بسالب اتنين واتنين، يبقى المركز بيساوي سالب 4 زائد 0 على 2 و4 زائد 0 على 2 اللي هو سالب 2 و2. مش تقدر برضو تجيب نص القطر بالبعد، لا اما من هنا لهنا لا اما من هنا لهنا، المكان اللي انت عاوزه. طلع ب2 جذر 2 يا استاذ ناق. تقدر تعمل معادلة الدايرة لان معاك المركز ومعاك نص القطر. في أسئلة يا أستاذ بيجي يقول إيه بانتقال حاجات غريبة كده، مش غريبة ولا حاجة، هو عاوز صورة الدائرة دي بالانتقال ده. قلنا مطلعين المركز بتاعها نص معامل س نص معامل ص، صفر وصفر. بيقول لك ببساطة قوي السينات زود عليها واحد، تقول له تمام. الصادات زود عليها ثلاثة، كويس. أنا كده معايا المركز اللي هشتغل بيه. طب وبالنسبة للنق؟ نق بخمسة، يبقى المعادلة بتساوي إيه؟ س ناقص رقمها أس 2 زائد ص ناقص رقمها أس 2 بتساوي نق أس 2. نق هنا كان جذر خمسة أس 2. إذا كان س تربيع زائد أ زائد ب ص تربيع زائد ج س زائد أ ص بتساوي صفر، دائرة مركزها 3 و2، أوجد أ و ب و ج. عشان تكون معادلة الدائرة لازم معامل س تربيع يكون نفسه معامل ص تربيع، يبقى أ زائد ب بتساوي واحد. دوت يا أستاذ كان سالب نص معامل س، يبقى سالب نص جيم بيساوي 3، وسطين في طرفين يبقى الجيم بسالب 6. سالب نص معامل صاد بيساوي 2، يبقى ألف بيساوي سالب 4. جبنا الألف حطناه هنا بسالب 4، يبقى باء طلعت بخمسة، يبقى أنا كده جبت له ألف بكام وبه بكام وجيم بكام.
نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.